احنا اليوم حنا في لافيت ديكسيلانس ديال القلم. الحمد لله مورا سنة عامرة ومليئة بالجهد والعطاء، لا من طرف الأساتذة اللي ما بخلوش علينا بحتى شي حاجة، لا من طرفنا حنايا، من طرف الأساتذة والمديرة كذلك، الآباء ديالنا اللي ساندونا وكانوا جنبنا في جميع الأوقات، والحمد لله جبنا، والحمد لله زعما جبنا كاملين النتائج مشرفة اللي غادي اللي فرحتنا وشرفت حتى المؤسسة ورفعت باسم ديال مؤسسة القلم. Donc j'ai passé l'une des meilleures années de ma vie au sein du complexe scolaire Al Qalam. Je suis aussi une ancienne élève du complexe, donc j'ai grandi ici. L'année du bac s'est très bien passée. J'ai eu l'honneur d'avoir de très bons profs ainsi que de très bons camarades avec qui j'ai pu travailler et alhamdoulilah avoir de très bons résultats dont je suis très fière et dont mes parents aussi sont très fiers. Donc je remercie encore mes professeurs, la direction et aussi tous ceux qui ont participé pour cet événement qui nous a permis de fêter nos bons résultats et aussi de partager un bon moment ensemble. We are here celebrating our graduation because we are like we did well all this year. I want to thank all the staff. I want to thank our teachers, our director, everybody who was always trying to do the best, try to do all what they can in order to you know, just like make us feel comfortable this year, that tries to help us during this year. I want to thank my parents. I want to thank God before every single person because he helped me all this year to be what I'm here. تبارك الله عليهم كانوا بزاف الوليدات جابوا امتياز، كنا فرحانين بهم. وهذه المؤسسة معروفة على الصعيد الوطني، وليداتها زوينين تبارك الله عليهم وكيتميزوا بالأخلاق، ماشي غير قراية مي أخلاق ودراسة. نشكر مؤسسة القلم على المجهودات الجبارة اللي قامت بها طيلة الأيام اللي دوزوا في القلم من السنة الخامس ابتدائي إلى أن وصلت دابا للسنة الثانية بكالوريا، وتحصلنا الشرف انه الحمد لله جات ميزه حسن جدا بتفوق. وكل اب كيتمنى هذه الحضره لوليداته، وكنتمنى النجاح لجميع الشباب المغاربه، وكنشكر المؤسسه ولجميع الاطر ديالها، وهذه الليله هذه تبقى في التاريخ. والقلم نتمنوا لها كل التوفيق، وليداتنا كبروا فيها من الروض، وتنشكرها على هذا الاهتمام وعلى هذا العمل الجيد، وخصوصا الشق التربوي فيه، لان وليداتنا الحمد لله تربوا في القلم من الروض في التعليم الاصيل، وهذا التعليم الاصيل في حقه اللي عطى واحد النتيجه مهمه بزاف، تمثلت في الوليدات ديالنا وفي الولد ديالي تبارك الله اللي كان متميز بزاف. انا فرحانه هذا النهار على الحفل ديال بنتي، تخرجنا حنايا وتخرجت حتى هي، والله يسر ليها ان شاء الله وجميع الوليدات، وتتبقى مدرسه القلم تتعاونهم بزاف على باش يولفوا على الخدمه وسميتو يجيبوا نقاط مزيانين.